دي جي اس نربحوا الرياضة. هذا النهار هذا الرجاء بينات بأن الديمقراطية في الدم عند الرجاويين، وهذا النهار هذا بينوا بأن كل شيء داز بسلامة الحمد لله وبهدون، وهذه مهمة جدا باش يعرفوها الجمهور، ونتمنوا ليه النجاح، والرجاويين راه كلهم غادي يكونوا موراه باش يكون إن شاء الله، لأن هذا نادي الرجاء راه مؤسسة راه عندها أكثر من 70 سنة وخرجت أبطال وخرجت رجال وخرجت كاين عندها الشعب اللي تابعها كله، وتنتمنوا النجاح لهذا المكتب الجديد إن شاء الله. MDGS نربحوا الرياضة.